حلك الوحيد لكل مشاكلك، سواء عندك اكتئاب، سواء عندك حتى مشاكل سياسية في الشغل، سواء عايز تتغلب على بنت عشان تنساها، لأن معظم الأسئلة إزاي كنت أتغلب على بنت، حاجة واحدة بس والله العظيم، التزام. التزام في الجيم والدايت بس، كل مشاكلك هتتحل، لأن الالتزام في الجيم والدايت هيحسن من شكلك. لما شكلك هيتحسن ثقتك هتزيد وحبك لنفسك هيزيد. لما حبك لنفسك هيزيد هتبتدي تركب حدود على الناس ان هي ما تتعدهاش عليك وتحترمك. ولما يكون عندك الثقة انك تؤمر باحترام النفس هتلاقي كل حاجة عمالة تسلك في سكتك، هتلاقي الدنيا بدأت تمشي معاك. انما طول ما انت قاعد بتتفرج افلام اباحية وقاعد تسكرول على الانترنت، مشاكلك مش هتنحل وهتزيد كمان. انزل الجيم، التزم، نظف اكلك، وهتشوف حياتك هتتغير ازاي. وعد مني.